البريمير ليج، الدوري الأقوى في العالم. سواء اتفقت أو اختلفت مع الجملة دي، فالأكيد إن الدوري الإنجليزي في كل موسم بيزداد قوة عن الموسم اللي قبله. مصطلح التوب فور اللي كان متعارف عليه زمان بقى توب فايف مع طفرة مانشستر سيتي، وبعدين توب سيكس مع منافسة توتنهام على الدوري ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا. بعيد عن العدد اللي طبيعي يزيد كل موسم، وإحنا بنشوف ليستر منافس على الوصول لدوري الأبطال لآخر أسبوع في آخر موسمين، ووستهام اللي كان بينافس على الهبوط من موسمين بيوصل للدوري الأوروبي على حساب أندية زي أرسنال وتوتنهام. فقوة الدوري الإنجليزي السنة دي بتزيد أكتر، والمنافسة على كل حاجة هتبقى أشرس. البداية من مانشستر سيتي القوي أصلاً، واللي ضاف لقيمته جاك جريليش بمئة مليون جنيه استرليني من أستون فيلا، وبيحاول يضم هاري كين هداف الدوري الإنجليزي. على الناحية التانية مانشستر يونايتد اللي داخل موسم بيسميه الكتير بموسم الحصاد، بعد فترة بناء لفريق قوي مع مدربه أولي جونر سولشاير، تعاقد مع جادون سانشو بعد أكتر من سنة من المفاوضات، وأضاف قوة كبيرة لدفاعه بوجود رافائيل فاران. ولسه الكلام موجود عن احتمالية التعاقد مع لاعب وسط وباك يمين مع بقاء الفرنسي بول بوكبا. تشيلسي بطل أوروبا مع توماس توخيل بيضم روميلو لوكاكو من إنتر ميلان في صفقة قياسية، وقريب من تدعيم دفاعه بجوليس كوندي من إشبيليا عشان يزيد من قوته في منافسة محتاجة نفس طويل جداً. ليفربول اشترى المدافع الواعد إبراهيم كوناتي عشان يشكل ثنائية مع العائد من الإصابة فيرجيل فان دايك. صحيح إن فريق كلوب في انتظار البيع قبل ما يضيف لاعب وسط جديد وجناح، ولكن رجوع فان دايك من الإصابة واستعادة ساديو ماني لمستواه هيرفعوا مستوى الفريق كتير جداً عن الموسم اللي فات. لو خرجنا من نطاق الفرق المتوقع منافستها على الدوري، فالمنافسة على مركزين الدوري الأوروبي وليه لا خطف مركز في التوب فور. ليستر سيتي اللي خسر مكانه في دوري الأبطال في الجولة الأخيرة للموسم الثاني على التوالي دعم نفسه بثلاث صفقات واعدة بعين خبيرة زي ما تعودنا من ليستر المواسم اللي فاتت. بوباكاري سوماري لاعب الوسط الفايز بالدوري الفرنسي مع ليل، باتسون داكا صاحب ال 34 جول مع سالزبورغ النمساوي الموسم اللي فات، وراين بيرترند كتدعيم لسكواد الفريق. أستون فيلا اللي عامل سوء انتقالات قوي جدا أضاف لفريقه اللي كان مزعج جدا الموسم اللي فات، تعاقد مع إيميليانو بوانديا من نورويتش سيتي بعد تنافس مع أرسنال، وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون اللي ربطته التقارير بتشيلسي ومانشستر يونايتد وكمان توتنهام، وليون بيلي جناح باير ليفركوزن الألماني. أرسنال وتوتنهام أحد أضلاع التوب 6 بيحاولوا إنقاذ نفسهم قبل ما يفقدوا مكانتهم. أرتيتا أضاف لفريقه مدافع برايتون المتألق بن وايت، ولوكونجو لاعب وسط أندرلخت، ونونو تافاريس ظهير بنفيكا. توتنهام بعد فترة اهتزاز ما قدرش يوصل بعدها في الموسم اللي فات لأكتر من بطولة دوري المؤتمر الجديدة، تعاقد مع نونو سانتو الخبير في الدوري الإنجليزي مع ويلفرهامبتون، وفابيو بارتيشي كمدير رياضي للمشروع المستقبلي، وتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، وبيحاول بكل جهده إنه يحافظ على هاري كين مع أخبار ربطته بلعيبة زي لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وتكهيري تومياسو لاعب بولونيا، واللي كلها ممكن تكون محاولات لبناء المشروع من ناحية وإقناع كين بجدية رغبة الفريق في المنافسة مستقبلاً. لو خرجنا من كل دول لفرق الوسط هتلاقي إن كريستال بالاس قرر يبدأ مشروع جديد بمدرب شاب بعد سلسلة من التخبط والمنافسة على الهبوط، باتريك فييرا مدرب الفريق بتعاقدات زي مارك جويهي اللي قدم موسم مميز مع سوانزي معار من تشيلسي، ويواكيم أندرسون مدافع ليون اللي شفناه في البريمير ليج مع فولهام الموسم اللي فات، ومارك أوليسي واحد من أفضل لعيبة التشامبيونشيب الموسم اللي فات، وكونور كالاجر لاعب وسط تشيلسي على سبيل الإعارة مع التخلي عن لعيبة تقدم عمرهم. فريق تاني في لندن نجح إنه يوصل للدوري الأوروبي الموسم اللي فات، وستهام اللي لسه ما تحركش بقوة في سوق الانتقالات باستثناء التعاقد مع ألفونسو أريولا
بدأ حديث الصحافة عن تدعيمات منتظرة بالذات في الناحية الدفاعية ومركز قلب الهجوم مع مشاركة الفريق في أكتر من بطولة. برونو لاج مدرب بفكر جديد هجومي مع ويلفرهامبتون وضغط عالي، شكل جديد شفناه في التحضير الموسم في انتظار اللي هيحصل في الرسمي. إيفرتون بمدرب جديد زي رافائيل بينيتز اتعرض لانتقادات كتيرة ومنتظر انه يزود قوة دفاع التوفز، وهو الشيء المعروف عنه، عشان يكمل منافسة للنهاية على مركز كان قريب منه الموسم اللي فات للصعود للدوري الأوروبي مع أنشيلوتي. في كل جولة للبريمير ليج هتلاقي ماتشين إن ما كانش أكتر بين فرق قوية متنافسة، ومع رجوع الجمهور هتكون في مفاجآت كتير من فرق حتى غير اللي قلناها، وهيزود من قوة البريمير ليج من ناحية المستوى والتنافس ونسب المشاهدة والضوء اللي بيتسلط على الدوري. وسط خفوت نجم الليجا مع الرحيل المتتالي للنجوم اللي آخرهم كان ليونيل ميسي، البريمير ليج بيزداد قوة وتنافسية بدرجة تخليه في كل موسم أقوى من اللي قبله كروياً وتنافسياً ومتابعة من كل مكان في العالم.